الأحاديث عن موضوعة الفساد في العراق حديث يكاد أن يكون فيه خرافات وقضايا لا تصدق، لأن العقول التي أنتجت هذا الفساد يبدو أنها عقول متمرسة جدا منذ ولادتها، وترجمت هذا الفساد وأوصلته إلى مستويات الفن عند وصولها إلى السلطة، إلى الحد الذي يأخذك القول عندما تجد مكانا لم يكن فيه فسادا فإن الأمر يتوقف بتساؤلات الشك، لأن الفساد في العراق وصل إلى كل الأماكن وإلى كل المستويات وبطرق ملتوية لا يمكن أن تصدقها. السبب في ذلك أنه يبدو هذه الطبقة جاءت لتؤدي وظيفة واحدة هي بناء إمبراطوريات الفساد، وعندما تفتح في كل ملف من هذه الملفات تتفاجأ بأرقام مهولة وخيالية، وفي أماكن ودوائر المواطن ليس في تماس مباشر معها. لذلك أنا في كل فرصة تسلح أمامي أحاول أن أفتح ملف من هذه الملفات لنقف عند حقيقة مهمة وفي غاية الأهمية: وين تروح فلوس هذا الوطن؟ وشلون استطاعت هذه الإمبراطوريات وهذه المافيات أن تحمي نفسها من المحاسبة؟ أو السؤال الأخطر: كيف مرت كل هذه السنوات وهذا الهدر الكبير الذي يعلم فيه وعليه سكان السماوات والأرض وما بينهما؟